التفسيرية للقرآن الكريم كما عبر شيخنا فضيلة الشيخ محمد الغزالي الساقة عليه رحمة الله. هذه واحدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أستاذة سناء. طيب نتكلم. طيب ممكن نطلب طلب بس الأسئلة نؤخرها إلى آخر المحاضرة. تمام. اللي عنده سؤال يخليه عنده لحد بس آخر المحاضرة. يعني اللي عنده سؤال يقيده. وهنترك وقت قد ايه مناسب؟ ممكن ربع ساعة للأسئلة. هنترك ربع ساعة إن شاء الله في آخر المحاضرة. في آخر المحاضرة للأسئلة حتى لا تتشتت المعلومات وتتبعثر الأفكار. في الحديث أيضا هو حديث ضعيف. كمل دكتور. قلنا ايه؟ ليس بلازم لقولنا ضعيف الترك للحديث كما ذهب بعض ادعياء العلم. واقول ادعياء العلم كل من لم ياخذ هذا العلم عن مجاز لا يجوز ابدا ان نقول فيه محدث التجاوز في هذا معلم من معالم ضياع الاصول. فاذا قيل ضعيف يعني ليس معناه متروك. ضعيف غير متروك. متروك يعني ريح نفسك من انا ضعيف. فيه نسبه احتماليه اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم الغلط. ففي الحديث وهذا الحديث في كتاب اسمه العلم للإمام ابن عبد البر في الحديث استعن على حفظك بيمينك حتى لا تتشتت الأفكار. يعني اللي انتوا عايزينه اكتبوه لتسأله، اكتبوه لتقيده، اكتبوه لتثبته. فالحديث علماءنا الأقدمون قالوا عنه وألفوا له كتب سموها كتاب العلم. ثم جاء أصحاب الشروط زي الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن من سأذكر الإمام أبو داود الإمام الترمذي، ودول تحفظوها كده بالترتيب حتى تعرفوا بأنكم من أهل العلم. نبدأ بالبخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه بعدها ثم أحمد بن حنبل. دي رتب درجات للأحاديث بعد التدوين للاحتجاج وليس لبيان القيمة. وإلا فإن الإمام أحمد بن حنبل يعتبر شيخا للإمام مسلم وشيخا للبخاري، وإن لم يأخذ أو لم يأذن للإمام البخاري بالأخذ عنه للوحشة التي حدثت بينهما بسبب مسألة القول في خلق القرآن. فإن الإمام أحمد لم يرتضي للإمام البخاري رضي الله عنهم، لم يرتضي له أن يكون متأولا ولم يسوغ له التعريض في هذه القضية. الإمام البخاري كان معذور. الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه كان دخل، أنتوا عارفين دخل مصر مرتين، وده أمر ما عرفش ليه إخواننا ومشايخنا بيتغافلوا ويتحايدوا أن يذكروا ما شرف الله به هذا البلد. الإمام البخاري جه مصر هنا مرتين. الإمام البخاري مشى على قدميه مسافات في سبيل طلب العلم. كانت الدولة ما تقولش بقى الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد السوفيتي ولا. الإمام البخاري كان يمشي. أحصى له شيخنا الشيخ علي الطنطاوي، مش محمد سيد الطنطاوي، الأستاذ الشيخ الأديب القاضي علي الطنطاوي أبو اسمها بنان رحمه الله بيقول أحصية المسافة التي
مشاها الإمام البخاري في حياته لطلب العلم وقيد الحديث، فبلغت ضعف الدوران حول الأرض، يعني بلغت الدوران حول الأرض مرتين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فهو جاي من بخارى لطلب العلم ولف العالم الإسلامي كله ويجمع، وعند الحج يكون هناك أمام الروضة الشريفة يجلس أمام روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يغتسل، ويجلس ليتخير الصحيح مما جمع. فقد جمع رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ألف وألف حديث، يعني جمع مليون حديث، اختار لنا منها ما يعد عمدة للمسلم، واختصر من الألف ألف 2600 وكذا، دول تقريبا دول عدد الأحاديث الصحيحة، وكأنه يعني كان يرأف بنا رضي الله عنه وإحنا وخلف بعدهم خلف استعظموا واستهولوا هذا المختصر. ففي الصحيح الكتب المختصرة منها كتاب العلم. بقول الإمام حصلت الوحشة بين الإمام البخاري وبين الإمام أحمد، لأن الإمام البخاري كان في بغداد غريب، رجل زي بلغة السياسة الآن رجل مش مواطن، رجل مقيم غريب غريب الدار، وجاء إلى العراق ليجمع الحديث. والفتنة اللي حدثت بقى من أيام المأمون معرفش يضيق صدري عند ذكر، إنما هو كان خليفة وما استطاعش اتكلم بعد ما سامحه الامام احمد رضي الله عنه. الغرض، فواحد اسمه احمد بن ابي دؤاد من اللي بيسموهم المطبلين او 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 استطاع ان هو الخليفة، استغفر الله، انا قلت رضي الله، ربنا لنا وليه. ربنا يغفر لنا لنا ولا يعني كان يلا كان اول حدث احدثه هارون غفر الله لنا وله في الاسلام، انه ولى الامين والمامون ولهم العهد، وكان سن 5 سنين كان يعني في البئر الكي جي ون. فبيقول اول حدث حدث في الاسلام، لكن أول حدث فيما أرى تولية اليزيد، مش إنما هو أول حدث في الاستعظام يعني والاستهوال سن 5 سنين. لا إحنا عندنا في أمير مؤمنين برضو سنه بيتولى هو سنه 3 سنين، وفي عندنا اللي بيتولى وهو في بطن أمه، لا العجل في بطن أمه عندنا بيتولى، ده أمة العجب العجاب. الغرض، الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في بغداد أثناء الفتنة بتاعت احمد بن ابي دؤاد، ضحك على تصرف مع الحاجات دي دلوقتي ماشي، اعمله بقى وسكت يتصل براحته بقى فادخل على المأمون فرية ان القرآن مخلوق، ودي دخلت من باب عقلي شوية او من باب الاستدلال بغير روح، لان ربنا قال لك، ربنا قال فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. فارسم القرآن في ايات كتيرة، فقال لك ربنا قال في القرآن حديث.